الدكتور أبو الفتوح عمر باحث متفرغ في مجال النباتات الطبية والأطرية، حصل على جائزة النيل للعلوم الزراعية عام 2015، وبدأ رحلته البحثية عام 1975 باحثا في المركز القومي للبحوث، كما حصل على الدكتوراه في مجال الكيمياء الزراعية عام 1984 من اليابان. نشر له 140 بحثا في المجالات العلمية المتخصصة، منهم 70 بحثا عالميا. علاقة النباتات الطبية بالتربة وبالظروف الجوية وبالتغذية وأيضا بالمياه كانت هي محور الشغل ليا والأبحاث اللي اتنشرت والمشروعات اللي شاركت فيها. الحمد لله ربنا أكرمني بحصول على جائزة الدولة التقديرية سنة 2015 في العلوم الزراعية. هذه الجائزة بتمنح للمتقدم أو المترشح لها على مجمل أبحاثه ومجمل نشاطه العلمي، بمعنى أن المدرسة العلمية التي أشرف عليها، المشروعات التطبيقية التي شارك في تنفيذها أو كان باحث رئيسي أو باحث مناوب أو عضو فريق بحثي، عن المشروعات الأجنبية التي تهدف بالدرجة الأولى إلى التعاون العلمي مع المدارس العلمية أو الجامعات العلمية الأخرى، بحيث يبقى فيه نقل للتكنولوجيات ونقل الأفكار والوقوف على أحدث ما توصل إليه الجانبين في هذا المجال. له العديد من الأبحاث والمشاريع العلمية المتخصصة في مجال النباتات الطبية والأطرية التي تعود بالنفع على مجال صناعة الدواء في مصر. هذه الأبحاث والرسائل جميعها تختص أو تهتم بتعظيم إنتاجية النباتات الطبية ومحتواها من المواد الفعالة، والخروج بزراعة هذه النباتات الطبية من الدلتا والوادي إلى مناطق الإصلاح الجديدة. ليه؟ لأن مناطق الوادي والدلتا إحنا بنتفق على أنها تبقى للمحاصيل الاستراتيجية ولبعض أنواع بعض المحاصيل الهامة زي الخضر، لكن الخروج في مناطق الإصلاح بمثل هذه النباتات اللي هي النباتات الطبية، هي نباتات أصلا احتياجاتها البيئية موجودة في الصحراء، لأن معظمها نباتات صحراوية. فإحنا لما بنخرج بزراعتها في الأراضي الصحراوية إحنا ما بنعرضهاش لتغييرات كتيرة، لكن إحنا بنستغل أراضي استصلاح جديدة يمكن إنها تكون بيئات كويسة لهذه النباتات. رحلة أبو الفتوح البحثية مستمرة في إنجازاتها ونفعها على المجتمع المصري، كما يستشهد علماء النباتات حول العالم بأبحاثه ودراساته.